الضرورة تبيح المحظور اقتله بحجة الضرورة والحماقة تصير سلسلة. أهلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ إن شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا لو في صوت مروحة أو شيء أنا فكر مروحة هنا، فحر صراحة ما راح أقدر أكمل إلا بمروحة. بداية أعتذر عن الإزعاج، إن شاء الله ما يكون مسموع، بس إذا مسموع رجعنا بفيديو جديد للمبدع مجرم. سوى فيديو قبل رمضان وأعتبر إنه نجح وما قصر، طبعا علق على الفيديو اللي راح. قام واحد من الأخوان وطالب الفيديو الجديد هو ترمي. فقبل ما نبدأ، اللي عنده أي اقتراحات زي ما سووا الأخوان حطها في التعليقات أو ارسل لي على السناب، وإن شاء الله إذا أقدر، ما فيها حقوق وشي جيد، ما هو دسات أو سب أو إلى آخره، نسوي ليش ما نسوي، نشوف مجرم إيش عنده. وبسم الله. بدري نشرح بسرعة الترميم. الترميم الشيء لما يكون متآكل، مبنى متآكل فيترمم، أو شخصية محطمة فتبنى من جديد وزي كده يعني. تبين لهم نقطة ضعفك، لأن الغدر تكنيك بيجيك من واحد بصفك، خاين بدور حبيب، نجاحك لهم تأديب، بس بنظرهم الفشل قسمة ونصيب، طيب نوايا بس ضحكتهم سم أفاعي، هم قافلة مجهولة كل هدفها اتباعي، مبدئي لو طحت في يوم بتلقى العون تلوي ذراعي، أكسرك أصيبك بشل الرباع. طبعا من الفيديو اللي فات باين انه كلماته قوية جدا، فبدأ بكلمات قوية جدا جدا، صح اني ماني رابر او اكتب او الى اخره، بس مفهومة يعني، قوية الكلمات تسمعها كده تشد انتباه، فهذا ما يميز مجرم للفيديو الثاني على التوالي. والفشل يعتبر لهم مصدر سعادة، اترحم على فشلي في الحرب اعلن استشهادة، لا ابالي ما يطروا على بالي، متكبر بس في العادة قهر الحاسد بفعالي، دعين التزوير شهادة حسن السيرة، على أرض النجاح زوار جايين بتأشيرة، أنجاس فيهم غيرة ما تثمر فيهم خيرة، ما ضرب عصفرين بحجر بنشك تلك العصافيرة، أهدافهم محصورة والتطوير انطفى نورة، والحماقة جسر سلس للشهرة يسهل عبورة، وإذا الحق تشتد وصار بيني وبينها عداوة، الضرورة تبيح المحظور اقتله بحجة ضرورة، أهدافهم محصورة والحماقة تكسر سلس للشهرة يسهل عبورة، وانت الحق وصار بيني وبينها عداوة الضرب. طبعا اللي واضح من التسجيل انه اقوى من التسجيل الصوتي بالمرة اللي فاتت، شيء جميل في تحسن التصوير جيد جدا، مستعملين انارة النهار فما وجدوا اي صعوبة في الموضوع، شيء جميل. نكمل. بيحن محظورك ولقد تضربات ناجحة بيدك وصيدك ويزيد تعقيدك، لا تسيء الظن والظن بان الفشل بيزيد لك رصيدك، متقن بفن التزبيد لا يقربوك لأنهم جميلين لكن من بعيد، أهدافهم محصورة والتطوير انطفى نورة، والحماقة جسر سلس للشهرة يسهل عبورة، وإذا الحق تشتد وصار بيني وبينها عداوة، الضرورة تبيح المحظور اقتله بحجة ضرورة، والزمن دوار لو دار يكشف أسرار، تشوف الوافي والغدار والغدرة تجيك من جار، والأضرار اقتلها دام القلم عشيقي، ماسك سيف مو عشانك بس عشانشك طريقي، أسأل عن طموحاته تلقى ضعفه مبين، نتمنى يكون الأفضل بس بدون هدف معين، وإذا الفشل صار مزمن وأدمنت عاطيه، أختم على جبينة فاقد الشي لا يعطيه، أهدافهم محصورة والتطوير انطفى نورة، والحماقة جسر سلس عبورة، وإذا الحق تشتد وصار بيني وبينها عداوة، الضرورة تبيح المحظور اقتله بحجة ضرورة، أهدافهم. طب خلينا نبين ايش معنى فاقد الشيء لا يعطيه، اغلبكم يعرفها بس اللي ما يعرفها يعني، مثال لا تطلب من الولد يكون كريم هو تربى على البخل، عرفته يعني، هو اذا كان تربى على البخل تسير انه يصير كريم بس هيطلع على ما تربى عليه، او فاقد الكلام الجيد ما راح يعطيه، طبعا في استثناءات فزي كذا يعني، مثال بسيط. والحماقة تكسر سلس للشهرة يسهل عبورة، وانت الحق تشتد وصار بيني وبينها عداوة، الضرورة تبيح المحظور ولا بحجة الضرورة، في شيطان ساكن بداخلي ميسح المشاكلي، لو انضر اضحك بشر وقتها الطيبة بتشتاق لي. في تغيير في اللحن يعني، في جل عبرة لا درس لعيالي، يوم اسكت واتغاضى عنك عداني العيب، لا ما في جل، كنت حاسب انه طالع من الجيب يا اخي عيب، تمشي بمبدأ جاهل متخرج من عقل طفل
الحاقد برتبة نقيب في عالمهم من ناس محتارة الكل يبغى الصدارة في اللي يبذل مجهود في اللي يصنع أضراره ما تسمح فيه بشارة نظام حارة اللي بيتعامس والغبي اللي يفهم بإشارة وتصدى طلقات فشلهم بمدفع نجاح تحطيم من خلف الشاشات لو تقرب قتلك مباح من في القمة مع صدى أصوات صياح تحسبهم أشباح بس دولي هم أعداء النجاح أهدافهم محصورة والتطوير انطفى نورة والحماقة جسر سلس للشهرة يسهل عبورة وإن الحقد اشتد وصار بيني وبينها عداوة الضرورة تبيح المحظور اقتله بحجة ضرورة فيديو كليب جميل تصوير جميل تعملوا الأدوات الجديدة في المونتاج التسجيل كان أقوى من المرة اللي فاتت كلمات قوية جدا من الواقع عبارات دارجة في حياتنا اليومية في أشياء كثير ما أدري يقصد بها أحد أو هي عبارات عامة فنتمنى له التوفيق للمرة الثانية طبعا هو شارك في أعمال كثير قبل كده ولكن أنا أتكلم على القناة حقه هذا ثاني فيديو فإن شاء الله نشوف فيديوهات أزود وأكثر وتطور ياخذ وقت مو مشكلة بس يطلع لنا شيء جميل زي ذا واللي قبله طبعا مقارنة الشغل الأول أو الشغل الشغل الأول فخم الشغل هذا فيه ثقة بس فيه ثقة كده في الأداء في التصوير في الوقفة في الأمور الطيبة الرابط في الوصف رابط القناة روح تفرجوا على الفيديو كليب الأول الفيديو كليب الثاني بس نشكر مجرم على الرد المرة اللي فاتت ونشكركم إنكم يعني متفاعلين مع القناة زي ما قلت لكم نحن قناة ما يطلبه المشاهدون اللي عنده أي شيء خليها في الكومنت أو في السناب والله حييكم ونشوفكم في فيديو جديد والسلام والحماقة تكسر سلس للشهرة يسهل عبورة وانت الحق تشتد وصار بيني وبينها عداوة الضرورة تبيح المحظور ركتل بحجة الضرورة